قرار تلقي اللقاح هو قرار مصيري مهم، ليس للشخص وحسب وإنما للعالم أجمع. تمكنت المملكة العربية السعودية من توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء. المملكة العربية السعودية استطاعت أن تكون من أوائل الدول التي تحصل على هذا اللقاح. نشكر الوزارة ونشكر حكومتنا الرشيدة على توفير مثل هذا، مما يدل على العناية بصحة المواطن وصحة المجتمع. اللقاح كوفيد-19 الموجود الآن في السعودية هو عبارة عن جزء من الفيروس، لا يسبب المرض ولكن له القدرة على تدريب الجهاز المناعي وإنتاج مناعة، سواء على كأجسام مضادة وأيضا تحفيز الذاكرة المناعية، بحيث إذا الشخص أصيب في كوفيد-19 أو فيروس كورونا هذا يمنع تطور المرض له ويمنع إصابته بالمرض أساسا، وهنا يؤدي لحماية الشخص وحماية المجتمع من هذا الوباء. تداول الكثير بعض الحقائق الغير صحيحة والغير علمية بما يختص باللقاحات، ومنها اللقاح الذي تستعمله وزارة الصحة في الوقت الحاضر للتطعيم لأبناء الوطن من مواطنين ومقيمين، وهذه أشياء غير صحيحة. والدليل الأكبر على ذلك أن إلى الآن أكثر من 1,000,000 شخص أخذوا هذه الجرعة وتم مراقبتهم أثناء أخذ هذه الجرعات، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية عالية لهذا اللقاح. قبل الموافقة على طرح أي لقاح في الأسواق السعودية أو العالمية، يخضع اللقاحات لاختبارات وتجارب سريرية صارمة للتأكد من أنه فعال وآمن. على سبيل المثال، لقاح فايزر مر بالعديد من المراحل. تعمل اللقاحات عن طريق تحفيز الجهاز المناعي الطبيعي في جسم الإنسان، بحيث ينتج الجسم أجسام مضادة لفيروس معين، في هذه حالتنا فيروس كورونا. أثبت اللقاح فعالية عالية، وأثبت أنه عدد الأشخاص اللي احتاجوا إلى تنويم بعد أخذ اللقاح يكاد يكون صفر. فأخذ اللقاح بشكل كبير من الفئات هذه ممكننا من السيطرة على المرض وكذلك عودة الحياة وضعها الطبيعي لما قبل فيروس كورونا إن شاء الله.